التنسيق السعودي الفرنسي يأتي على وقع تزايد المخاوف الغربية من امتداد التطرف ولا سيما القاعدة في سوريا على حساب ما يعرف بالمعارضة المعتدلة. جاء ذلك فيما دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تصريح جديد له دعا فيه مقاتليه في سوريا إلى مواصلة القتال والسعي لإقامة دولة إسلامية في بلاد الشام. أؤكد لإخواني المجاهدين في الشام المبارك أن يتحدوا ويجتمعوا ويتوافقوا على أن تقوم في الشام قريبا إن شاء الله دولة إسلامية تتحاكم للشريعة وتحرر أراضي المسلمين. يا أسود الإسلام في الشام، اجتمعوا على هذا الهدف النبيل وارتفعوا فوق الانتماءات التنظيمية والعصبيات الحزبية، وأقيموا باتفاقكم ورضاكم واختياركم دولة إسلامية قوية. ومن دولة الإسلام في الشام إلى دولة الخلافة في مصر، دعوة وجهها أيضا الظواهري في تسجيله الصوتي الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وزعيم تنظيم القاعدة اتهم السلطات المصرية بشن حرب على الإسلام ودعا أنصاره إلى مواجهة الجيش المصري. إني أناشد إخواني المسلمين الأحرار الشرفاء في مصر أن يتصدوا لهذا التحالف الأمريكي الإسرائيلي العلماني الصليبي الذي تقوده العلمانية العسكرية التي جلبت علينا أسوأ الكوارث في تاريخنا المعاصر، وأدعوهم لأن يتحدوا حول كلمة التوحيد ليخلصوا مصر من هذه العصابة المجرمة التي قفزت على الحكم بالحديد والنار واستغلت تنازل بعض الفئات في لهفها وراء سراب التوافق الموهوم.